بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. عمر ابن الخطاب وعايشين معاه، والحقيقه احنا لسه ما دخلناش بعمق ده، احنا لسه في السنوات الاولى. يعني هو دلوقتي عنده تقريبا 53 سنه، ودلوقتي احنا سنه 14 هجريه، يعني بعد وفاة النبي بأربع سنين و14 سنة من الهجرة. بس عمر استطاع في أول سنة يحول دولة فقيرة جدا لدولة غنية جدا. امبارح أنا قعدت أحكي لكم الأفكار الإبداعية اللي عملها عشان يزود موارد الدولة. واضح يا جماعة أن عمر مركز فترته الأولى على الاقتصاد، ومركز قوي ما ومش لقيله في الفترات الأولى، يعني كل خطبه عن العمل والإنتاج في الفترة الأولى. والحقيقة الناس تجاوبت والناس اشتغلت، فمحدش يقول، يعني أنا مش بقول كلامي دون وعايز الناس بس تنظر من وجهة نظر الحكام. يا أخي بص من وجهة نظرك وانت بتسمعني في البرنامج ده، أنا بكلمك انت وانت راكب عربيتك. طب انت بتشتغل قد ايه؟ طب انت بتنتج قد ايه؟ طب أنا امبارح قلت إن عمر بدأ يفكر في أفكار إبداعية تزود ميزانية الدولة وموارد الدولة. طب ما انت تفكر انت كمان، طب ما تطلع انت أفكار مش للدولة وبس، ولشركتك ولبيتك ولأسرتك. المهم النهاردة أنا هعيش مع عمر بن الخطاب، وما زلنا بعد سنة من ولاية عمر وحكم عمر، بس برضو ما زال مركز على الاقتصاد. أنا عايز الناس تفهم الإسلام صح. والله يا جماعة الإيمان دون إنتاج ودون عمل ودون تنمية يعني يخليك بتعبد ربنا وانت مش عارف تصلح في الدنيا، إنما أنت أصلا بتعبد ربنا علشان تصلح الدنيا، فازاي؟ لازم تنتج. التنمية بالإيمان، كأن عمر بيتحرك بالمبدأ ده. بدأ عمر بقى ياخد خطوات علشان يخلي الاقتصاد اقتصاد ثابت عشان ما يحصلوش هزات. فأول خطوة عملها أم عامل حاجة اسمها بيت مال المسلمين. كان لسه مش مفيش حاجة، ما كانش فيه الفكرة دي بالوضوح ده، ان يبقى فيه مكان مخصص له موظفين وله سجلات ويتوضع له نظام، وبعدين يتمسك سجلات لإيرادات الدولة ومصروفات الدولة، وعمر يبص فيها كل أسبوع يشوف الإيرادات قد إيه والمصروفات قد إيه. ده راجل اقتصادي خطير. شوف عمر اللي كان لما يسمع القرآن يبكي، شوف عمر اللي كان بتهزه آية القرآن، شوف عمر اللي كان تحت عينه خط، تحت عينه كده خط معلم من البكاء من خشية الله، لكن رجل اقتصاد. نفسي يطلع متدينين ناجحين، نفسي يطلع متدينين يقلدوا عمر بن الخطاب. للأسف عندنا متدين لكن مش فاهم دنيا، وعندنا فاهم دنيا بس مش متدين. هو ما ينفعش الاتنين على بعض يا جماعة، متدين وفاهم دنيا. عمر بن الخطاب متدين وفاهم دنيا، ويقول على نفسه لست بخب، خب يعني خبيث، لست بخب ولا يخدعني الخب، أنا مش خبيث بس ما فيش خبيث يضحك علي. فاهم دنيا لكن عابد لله. سمع مرة وهو معدي الآية اللي بتقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فأم قاعد ما قدرش يقوم، شلول بيته، الآية وجعته. ياه قد كده إيمان عمر بن الخطاب؟ شايف الإيمان لأي درجة؟ لكن شايف رجل اقتصاد لأي درجة؟ أم عامل بقى سجل للإيرادات والمصروفات تتحط فيه الدولة، وبعدين أم عامل دار الدقيق. يعني ايه دار الدقيق؟ وزارة التموين، الدقيق، دار يتحط فيها مخزون علشان احتياجات الشعب تتوزع. ايه الراجل ده عمال يبتدي حاجات جامدة جدا، وبعدين قام عامل سجلات احصائية بالمواليد والوفيات عشان كل مولود يصرف له من دار الدقيق لبن علشان يشرب منه. لا 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 لا، ده منطلق يعني ما شاء الله. فمسك موارد الدولة كويس وسيطر عليها كويس، وبعدين قام عامل سجل اللي قلت لكم للحرفيين، كل واحد صاحب حرفة يسجل اسمه، كل ما تشتغل أصرف لك من الدولة. بدأ يأسس اقتصاد صح، بدأ يشتغل صح. وبعدين قام عامل خطوة تانية مهمة قوي، ايه هي؟ ترشيد الإنفاق للدولة والمجتمع. يعني ايه ترشيد الانفاق للدولة والمجتمع؟ خلي بالكم يا جماعة، الناس في عهد عمر بن الخطاب بدأت تصرف، والناس النهاردة بتصرف. يعني احنا مش حالتنا الاقتصادية قد ايه، لكن شوفوا فواتير الموبايل قد ايه، طب شوفوا الشباب الصغير بيغير شكل الموبايل بتاعه كل قد ايه، طب شوفوا المية والكهرباء بنسيبها مفتوحين قد ايه. كأننا دولة غنية عندنا مليارات واحنا حالتنا تعبانة. لكن عمر بن الخطاب في وقته تصدق بدأ يفكر في ترشيد الانفاق، فبدأ يقول للجزارة الأساسية في المدينة بتاعت سيدنا الزبير بن العوام، لا تعطي اللحم لرجل مرتين
اديني في يومين يوم ويوم، مش عايزين الناس تتعود انها بتشتري لحمه كل يوم، وبعدين يلاقي واحد ماشي في الشارع مع سيدنا عمر الخطاب كل ما تعجبه حاجه في السوق يشتريها، كل ما تعجبه حاجه في السوق يشتريها. ام ضربه وقال له: افكلما اشتهيت اشتريت، او كلما اشتهيت اشتريت. كل ما تعجبك حاجة تروح تشتريها، امسك نفسك كويس شوية. وبعدين يبدأ بنفسه ويلاقي واحد اسمه حفص بن أبي العاص بيزور سيدنا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر الخطاب بيقول له: اقعد كل. فقال له: لا شكرا يا أمير المؤمنين. قال له: اقعد كل. قال له: طعامك خشن يا أمير المؤمنين، أكلك أنا عايز أروح لمراتي أكل في البيت. أمير المؤمنين طعامك وحش، زيت ومش عايز أكل عندك. فقام بصص له سيدنا عمر قال: ترى أن طعامي خشن غليظ؟ أتظن أني لا أقدر، أنت فاكرني أن أنا ما أقدرش أن آتي بصغار الماعز، الماعزة الصغيرة اللي يبقى لحمها حلو، فأضعها على الشواء، ثم آتي بالزبيب فيخذف في السمن حتى يصير كدم الغزال، ثم آتي برقاق العيش فضعه في السمن، العيش الرقيق، وحطه في السمن حتى يصير شهي الطعم، ثم لا أضع كل ذلك وأكله. الرجل قال له: ما هذا أمير المؤمنين، أنت عالم بأنواع الطعام، ده انت طلعت خبير. قال: أنا قرشي والقرشيين أغنية يفهموا في الأكل، ولكني أريد أن أعلم الناس ألا ينفقوا كثيرا. الله يا سيدنا عمر، أنا بعلم الناس ترشيد الإنفاق. يا جماعة، نموذج عظيم، وهو بيبني حضارة بيعلم الناس الاستهلاك يبقى محدود، بلاش تبوظوا الدنيا، مية وكهرباء ونور وفواتير تليفونات. ايه سيدنا عمر ده؟ ده احنا محتاجين نتعلم كتير. ده الاسلام طلع عظيم يا جماعة، ده الاسلام ازاي ما احنا عارفين صلاة وصومه بس، ده بنا دولة، ده تأسيس حضارة. ده اللي احنا محتاجين نعمله في حياتنا المعاصرة. يا رب نقلدك يا عمر. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.